السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم يلقاكم إن شاء الله، يلقاكم هذا الفيديو بخير ومنين ولبس عليكم. واللي ما يشتركوش في القناة مرحبا بهم في قناة أفكار وديكور نورية، ومرحبا بيا عندكم. فعلوا جرس الكل اللي يوصلكم كل جديد. المهم في هذا الفيديو راح نختار عليكم وصفة في فصل الشتاء، يعني تكون سخونة وبالخف تخدميها حتى تكون مزروبة، يعني بالخف تخدميها وسهلة واقتصادية، اللي هي شوربة العدس الأحمر. نعرفوا بالعدس الأحمر صحي في الفطور وفي العشاء بالكوكس مع الرز. يعني رايحة ننزلها لكم في صندوق الوصف، يعني حاجة فور وبنينة. حتى الرز يعني حطته في القناة تاعي، يعني بني 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 روعة. ونتمنى إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وإن شاء الله نكون في الحسن الظن تاعكم. نبدو على بركة الله. نحط طاجين تاعنا، حطوا كمية قليلة تاع زيت، والحبة بصل قطعة قطعة صغيرة. راح نقليها مليح حتى تذوب لنا هذيك البصلة، يعني الماكلة في التقلية ماشي حاجة تاع يعني تقلية، ويعني تجبنينا يعني كي تقليها مليح تجيبينا. هنا الخضر كيما حبيتو. هنايا درت انايا الكورجيات، قطعتها قطع صغيره، وراح نقليها مع البصل. يعني نقليها مليح. يعني حاجة خفيفة وصحية. هنا ضفت يعني قزبر مقطع قطع صغيرة، المعدنوس كذلك. أما نضيف الاثنين والثوم المبشور، الزوج سنينات ثوم مبشور، نقليهم كذلك. يعني الخضر كما حبيتو. كي تقليت مليح رايح نضيف هنا العدس الأحمر، يعني كمية قليلة، يعني كيما يعني على حسب أفراد العائلة. راح كذلك نقلي مليح العدس الأحمر، ونتمنى يعني لازم نساعد بعضنا في اللايكات والمشاهدات ولو دقيقتين. المهم اللايكات والمشاهدات. ونتمنى نشكركم على التعليقات، يعني زوينة وشابة. هنا نضيف التوابل على حسب ما حبيتو، يعني التوابل. يعني أنا هذه طريقتي في عمل العدس الأحمر. وضعت فلفل عكري، كمية قليلة فلفل عكري، كمية قليلة تاع ملح، ونضيف الطماطم المصبرة كمية قليلة. كمية قليلة تاع كمون، يعني توابل كيما حبيتو. الهلسة كمية قليلة تاع هلسة، تقدروا تضيفوا فلفل أسود. راح نقلي مليح. ويعني نضيفوا كذلك كمون، كمون كذلك. قليها مليح ونضيف كمية قليلة تاع ماء سخون، يعني بالخف تخدمي حاجة سهلة. وحتى في فصل الشتاء يعني كذلك صحي. أنا هذا عملته للفطور وللعشاء، يعني عملنا بركوكس بالروب،
يعني حاجة فور لازم يعني نتمنى يعني نشوفها. قمرا ينير الفأل في أرواحنا شعلا ويطفئ جمرا. وراح تشوفوا نشوفوا مع بعض هنايا يعني تشوفوا العدس في صحن التقديم. قمرا كليل الست بعد ثماني قمرا ينير الفأل في وراح كذلك نقترح لكم فكرة يعني ممكن كان بيعرفوها، فقط مجرد اقتراح. نولوا الوصفة تاعنا، راح نخلو يعني هذاك الماء يحتى يعني يطيب مليح، اما من بعد نضيفوا الكمية الباقية تاع الماء وخليه يطيب وتشوفوا في صحن التقديم. مسيركم متذللا في طاعة نعرفوا بالعدس الأحمر يعني بالخف يطيب هم صحن التقديم يعني روعة 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 أوبني. ونتمنى يعني تجربوا هذه الوصفة وتشوفوا الفكرة. هم الوصفة تاعنا وتشوفوا الفكرة يعني فكرة روعة. نعرفوا بهذه الفكرة كاين اللي يعرفها يعني مليحة تساعدك في المنزل تاعك. نعمل الطاجين تاعي وضحت فيه قشور ليمون. نشوفوا كيفاش الطاجين حاير رايحة قشور ليمون يعني نرجعوا لمهان للطاجين تاعك. وضحت له الماء وراح نخليه يطيب مليح. شوفوا كيفاش يعني لمعان للطاجين يعني شيء يعني يتنقى مليح. هنا مازال ما غسلته ولكن شوفوا اللمعان يعني شيء روعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.